ايه كده ونرجع نكمل حوارنا فاهمك. معاك. الحقيقة لما اجي اتكلم عن الكابتن مشير عثمان، فالحقيقة انا الوحيد اللي شهادتي فيه مجروحة، لان الكابتن مشير يمكن انا اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا جدا. يمكن انا اكتر لاعب لعب مع كابتن مشير، لعبت معاه في منتصف الثمانينات كده في نادي الفيوم، ثم دمياط، ثم أسوان، ثم القناة. وكان الحقيقة طبعا يعني اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا، ما كانش يروح نادي اللي أنا يعني ياخدني معاه كلاعب. الحقيقة اللي الناس ما تعرفوش عن الكابتن مشير، إن هو يمكن في فترة الثمانينات دخل لمصر بعد قدومه من الإمارات، بعد ما اشتغل مع مدربين أجانب كتير وكده، يعني دخل لمصر حاجات كانت جديدة جدا في التوقيت ده. الكابتن مشير بمنتهى الصراحة كان طبعا كان وما زال يعني في كرة القدم كان حاجة كبيرة جدا، كان مدرب كبير جدا، كمان كان ذو خلق رفيع. كنت تعرف يعني ايه مبادئ. الحقيقة انا يعني اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا جدا. كان عنده احترام شديد جدا لأدبيات مهنة التدريب. يعني انا عمري في حياتي ما تعاملت مع كابتن مشير وحسيت مثلا ان هو، بالعكس كان بيعمل حالة اجتماعية غير عادية. كان بيقدم رسائل يمكن كتيرة جدا عن الخلق الرفيع، عن ازاي التعامل مع الاخرين. كان عنده شياكة كبيرة جدا في التعامل مع الاخرين. كان بيحترم المهنة احترام شديد جدا. وبمنتهى الصراحة يمكن هو من اوائل الناس اللي دخلوا يعني ايه برمجة في التدريب، البرامج اللي هي سواء البرامج الفريق او استراتيجيات الفريق. كان منظم جدا جدا، وكان بيحب شغله جدا جدا. وهو الحقيقة بمنتهى الصراحة أنا بحييك كابتن مشير، وسعيد جدا إن أنا بتكلم عن قيمة كبيرة زي كابتن مشير، قيمة أخلاقية عالية جدا، قيمة فنية كبيرة جدا، تعلمنا منه حاجات كتيرة. والحقيقة لحد النهاردة يمكن أنا شغال في أسوان، أهل أسوان بيذكروه بكل خير. لعبنا معاه نهائي كأس مصر، ودي كانت حاجة كبيرة جدا في أسوان، فله مني كل التحية والتقدير. الحاجة الجميلة إنك سايب ذكرى كويسة في كل حتة الحمد بتروحها، لله.